بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي ابدا الون العناصر، وذلك من خلال ابيرنس بروفايل. ابيرنس بروفايل ممكن الون من خلال الخصائص، ابدا اشوف الخصائص الكاتيجوري ايه، البروبرتي، اقول مثلا عايز الابواب اللي ارتفاعها 220 وهكذا. وممكن تسيف الخصائص ديت وتعملها لود بعد كده، او من خلال البايست. ايه البايست ديت؟ البايست دي ان انا هاجي هنا اختار بعض العناصر، وليكن مثلا دول، هقول لهم سيف سيلكشن، هيبدا يسيفهم لي هنا، سمي ده مثلا واحد، وابدا بعد كده سيف بقى اختار بعض العناصر الاخرى، ودي هسيفها برقم 2، واجي مثلا هنا دول دي مثلا، ولو في حاجه تانية او دول كلهم كده سيف سيلكشن، هسيفهم برقم 3. تمام، هاجي هنا اقول له ريفريش، هيبدا يظهروا معايا، ابدا اختار الاولاني دوت وادي له مثلا لون اصفر مثلا، اوكي، وخلي الشفافيه بزيرو. وبعد كده هدخل على رقم 2، هقول له غير الشفافية وغير اللون، وهقول له اد، هيبدأ يظهر عندي الالوان هنا والشفافية. رقم ده خليه 3 مثلا او اي اسم، مش مشكلة، ادي له لون مختلف، اوكي، وغير برضو الشفافية واقول له اد، فيبدأ يتضاف، وهقول له updated. تمام، المفروض تبدأ تشوف الحاجات موجودة هنا. طيب رن، اهي بدأت الألوان اهي تختلف معايا وتظهر معايا. خلينا نختار مثلا خلينا نيجي هنا، تمام، واروح هنا للمود واغيره لشديد، تبدأ تظهر الألوان زي ما انت شايف بالألوان اللي احنا مختارينها. تمام، تعالى نزود لون كمان، نقول له مثلا احنا عايزين نعمل ورك ست مثلا لدول، دي ودي 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 مثلا، هقول له سيف سيلكشن واسمي ده مثلا 4. تمام، هقول له ريفريش، هيبدا يظهر معايا رقم 4، هختار رقم 4 وادي له لون اخر واقول له اوكي. تمام، وشوف الشفافيه بتاعته انا عايز قد ايه، واقول له اد، وبعد كده هقول له ران، هتبدا تظهر الالوان اللي اخترناها بالشكل ده. تمام، بس المهم ان انت تقدر بعد كده تسيف الشغل بتاعك، تقول له سيف، بيسيف بامتدادات دي اي تي، بحيث ان انت بعد كده لو انت لغيت الحاجات دي وعايز ترجع لها، ممكن تدي الوان معينه وعايز ترجع لالوان تاني تعمل لها لود، ومنساش ان انت تتاكد ان المود بتاعك شديد وليس فور رندر، لان فور رندر بيعتمد على الخامات اكتر. الواير فريم هتشوفها بالشكل دوت مش هتبقى واضحه، الهيدن لاين برضو مش واضحة، بياخد اللون بس مش واضح، اوضح حاجة الشديد.